الواد بتاعك اتأخر يزيد عن ساعتين. الواد مش بتاعي يا زينة تهامي. ليه؟ هو مش جالك المكتب عشان تساعده قصاد الطلب اللي عنده؟ اللي عندي ما ينفعش اساعد بيه حد. ايه اسرار عسكريه؟ انيل عايز معلومات عن ناس مهمه وتقيله اللي بيطير فيها رقاب، وانا بقى مش مستغنى عن عمري وما عنديش استعداد ان امدد على البرش. واد تافه زي ده، ايه اللي يوحله الوحله دي؟ عبيط مش فاهم حاجه. هو العبيط جه عشان يفهم. الراجل بتاعي فين؟ هجيبهولك في شوال بس اما نتفق. احنا اتفقنا قبل كده وانت ما تنفذش. اللي عندك ما يلزمنيش، اللي يلزمني عند الاستاذ. على فكره انا خلقي بايديه. خلاص خلص عليا، انا كده كده متهم في جريمه قتل. قتل مين؟ معقول؟ هو الخبر ما وصلكش ولا ايه؟ حبيبك ايمن واصل لقوا جثته عندي في الفيلا من شويه. انا الحوار ده ما يلزمنيش. لا يلزمك، دليل براءتي قصاد علاء راجح. ولا يا استاذ؟ انا ما اتفقتش معاك على حاجه. وبعدين مين اساسا قال انك بريء؟ انا سامعكم وداني وانتوا بتتكلموا عن الناس المهمه والاسرار العسكريه. مش يمكن يكون الناس المهمه اللي انتوا بتقلقوا منامهم بالليل دول حبوا يخلصوا من ايمن واصل ومني فخلصوا في ضربه واحده؟ خلصوا منك انت ليه يا صرصار؟ يعملوا لك حساب ليه من اصله؟ انا شرفني، روح اسالهم هات لي اللي خرجني سليم علاء راجح يوصلك. اظن كده عداني العيبه زين بيه. انت مش عارف بتعمل في نفسك يا فارس. عظيم، اديله اللي هو عايزه. عد عليا في مكتبي بكره الصبح. انا نهزر يا بابا، بقول لك متهم في جريمه قتل تقول لي عد عليا في مكتبي؟ وانا عايزني اقابلك في انهي داهيه؟ انا هبعت لك حد بمعرفتي، ما تقلقش. خلاص هانت. غيرت كلامك تاني يا فارس. ما فيهاش تغيير، يا روح ما بعدك روح يا زين بيه. اه بالحق يا بابا، ليه عندك طلب وعارف انك مش هتكسفني. عايز ايه يخلص؟ الكوفيه دي حلوه قوي تلزمني.